فإذا حضروا حالكم اليوم روى جاهزة لتتلقى اتصالاتكم مباشرة على الهواء. على صحة السلامة. صباح الخير روى. صباح الخير غيدا، وصباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. ان شاء الله اسبوع حلو للكل. ان شاء الله يا رب. رح نبدا بموضوع كثير مهم، خاصه هلا يعني بنعرف قديش بتخف او بخف استهلاك المي كمان، وبصير من عم بيعرضنا وبنكون اكثر عرضه ل البحث بالكلى. مزبوط صح. في سؤال وردني انه هي صار عندها كيدني ستونز، بحث بالكلى وعالجتها، لكن عم تقول شو انا يعني امور يعني لازم اعملها، بتنصحيني اعملها لحتى ما ترجع تصير مره ثانيه. هلا بدنا نقوله صحيح، لما بصير في بحث بالكلى لاول مره بصير في احتمال اكثر، مش بالضروره بس بصير في احتمال اكثر انه ترجع تصير بعدين، فبدنا ننتبه على نمط حياتنا لحتى ما ترجع مرة تانية. أول شغلة شرب المي، مثل ما قلتي شرب المي كتير مهم، وبصيام هيدي على جانب على هامش الموضوع، بصيام قبل ما نفكر بالبحث بالكلى بدنا نفكر بالديهايدريشن أو نقص المي أو التجفاف، لأنه ممكن يصير عنا إغماء، ممكن يصير عنا دوخة، ما في نشاط، كل هالأمور هيدي. فمن هيك بدنا ننتبه نشرب مي ما بين وقت الإفطار ووقت الإمساك، كتير مهم. خلينا نقول نحط هدف لنا 2 لتر مي، اذا بنقدر نزيدهم شوي ما في مشكله، بس بشرط ناخذهم تدريجيا. يعني جرب انه كل شوي اشرب كبايه مي، ما انه خلي الانين الحدي وكل شوي عم بسكب قصاص بدي خلص الانينه، لا لازم تكون موزعه لحتى الجسم يستفيد منها ويترطب. بالنسبه للبحث بالكلى كمان بقول لك انه اشربي مي كثير، كمان حطي هدف لحالك لترين مي بالنهار بيكون شغله كثير مهمه. انتبهي على الملح اكيد كثير مهم، ما تتعدى خلينا نقول هيدا الماكسيموم عم بعطيك اياه، ملعقة شاي صغيرة من الملح خلال النهار. وبدنا ننتبه للملح للملح هي وشي القافية انت ما هيك بس هيك. بدنا ننتبه للملح من مصادر تانية، مش بس الملح اللي بنزيده على الأكل، من المعلبات، من الشيبس، من مأكولات تانية موجود بتحضير مواد تانية أو مأكولات تانية، فبدنا ننتبه على مصادر الملح كتير كتير. بالنسبة للبروتينات مثلا لحمة وكل هالأمور بدنا نخفف منها قدر الإمكان، يكون يعني استهلاكها باعتدال، لأنه ما بدنا نكتر من اللحوم بهالفترة لحتى ما نزيد من احتمال عودة البحث بالكلى. هيدول هن التدابير الأساسية. وشغلة تانية بدي أقول، خلينا نرجع دايما، وبدي ذكرك، ما تقولي أنت أو أي شخص تاني، ما تقولي أنه عالجتها وخلصت، خلي يكون في متابعة، لأنه بعرف في كتير أشخاص كان عندهم بحث بالكلى على أساس تعالجت أول مرة، ما انعمل متابعة، رجع صار في مضاعفات واضطروا لاستئصال الكلى. صار في مضاعفات على سنين عم نحكي، يعني تطور الوضع. فنحن عالجنا البحث بالكلى كتير منيح، لكن يضل عنا متابعة مع طبيبنا، نسأله كل قد ايه بدنا نتابع، شو بدنا نفحص، شو المؤشرات اللي بدي اطلع عليها لحتى انتبه ما اوصل انه يصير في عندي مشكله بوظيفه الكلى، وبالتالي نوصل مع الاسف يعني ان شاء الله انه نضطر نستأصل الكلى. هيدي هي. فهدول هن النصائح. في انتقل للسؤال الثاني. اوكي. السؤال الثاني هو عم تسأل عن ابنها تين ايجر، يعني عمره 16 سنة، بيلعب رياضة كتير بتعرفي، وسباحة ورياضة والجيم، فعم تقول دايما بصير عنده فطريات بالقدم، شو فينا نعمل؟ طبعا عم تعالجه هي، وفي كريمات بحطها، لكن ما عم بتروح 100% هالفطريات. اول شغله تنبلش بالعلاج، مرات ما بيكفي الكريم، يعني اللي بنروح بناخده من الصيدليه كريم لمعالجه الفطريات ما بيكفي، مرات بنكون بحاجه لحبوب ناخذها بالفم مع الكريم لحتى نقضي نهائيا على الفطريات. فبهالحاله انا بنصحك تستشيري فاميلي دكتور، طبيب العائله او طبيب جلد بهالحاله، لحتى تشوفي اذا العلاج عم بيكون مظبوط. وفي انواع كثير من الفطريات وفي انواع كثير من الكريمات، فبدنا نشوف نحن عم نستعمل الكريم الصح لنوع الفطريات هيدا ولا لا مناسب له او لا. فهي اول شغله، بليز شوفي طبيب العائله او طبيب جلد لنشوف اذا العلاج نقضي على الفطريات من اساسها، ما نخليها مثل تنام شوي بس نوقف الدواء ترجع تبين تقوى وترجع تبين. هي اول شغله. ثاني شغله، بدي تحكي مع ابنك وتذكريه بهالقصص اللي بدي اقولها هلا ننتبه لها، وكلنا بيسوى ننتبه لها لنتفادى الفطريات بالقدم خصوصا بالصيفيه مع ارتفاع الحراره.
على المسبح على البحر ما يمشي حافي القدمين ابدا، يكون في سليبرز الخاصه لإله ما يمشي، لانه وين في مي وين في رطوبه هي مكان تجمع مي ورطوبه هي مكان لتكاثر الفطريات. بالببليك شاورز يعني عم ناخذ دوش بالجيم بالنادي، عم ناخذ دوش بالبحر مطرح ما عم نسبح، كمان ما ندعس حافين القدمين، ده لابس السليبرز صح، حتى لو كان المحل كتير نظيف، لانه لسبب ما شخص قبلي كان عم ياخذ دوش في فطريات بالقدم انوجدت بهالمكان الرطب انتقلت العدوى لإلي ما بدها شيء بلحظه. صحيح. يعني هي بيقولوا الفطريات انت انه الشخص بينوجد بالمكان الغير مناسب بالوقت الغير مناسب فبيلقط العدوى. هاي شغله مهمه. هلا لما بيعمل رياضه كثير مهم نغير الكلسات ما نضل حتى لو رجعوا نشفوا او ما عليه بنلبسهم مره ثانيه، لا دائما يكون في تغيير الحذاء الرياضه نخليه يتهوى نخليه نشف من جوا، وكمان انه اذا حسينا انه صار له فتره اجمالا بينصحوا المختصين بالرياضه حتى لا يكون عنده فعاليه حذاء الرياضه كل 6 اشهر نغيره اذا بنعمل جوجينج لحتى يضل هالكوشن او هالوقايه الموجوده بداخله تضل عم تعطينا الفائده، فنغير حذاء الرياضه بصوره متكرره ونخليه ينشف. يعني اذا ابنك بيعمل رياضه دائما خليه يكون عنده حذائين رياضه، يوم بيلبس الاول بعدين بيلبس الثاني بيرجع بيلبس باليوم الثالث بيلبس الاول بيكون نشف مظبوط وتهوى مظبوط. بالجيم كثير نبهي انه كمان لما بده ياخذ شاور مكان تغيير الثياب ما يكون ابدا حافي القدمين، مثل ما قلنا كثير مهم كمان تنشيف القدمين. هي شغله كثير مهمه، بعد ما ناخذ شاور ننشف القدمين مظبوط وننشف بين الاصابع. وهيدي هون على هامش هالسؤال بما انه عم نحكي عنها رح اقول لمرضى السكري، الأشخاص اللي عندهم سكري كتير مهم يهتموا بالقدمين لأنه بيكون عندهم استعدادات لكمان يكون ينمى عندهم فطريات أو مثلا بيصير في جروح أقل خبطة صغيرة بجوز ما ينتبهوا لها، فبيكون في فحص للقدمين دايما بصورة مستمرة، منحط المراية منشوف أسفل القدمين إذا في أي شيء فطريات أي شيء عم بيطلع عنا اتصال. أوكي رح وقف لناخد اتصال. خلينا ناخد ريما. ألو صباح الخير. الو بونجور. بونجور تفضلي ريما. ريما عم تسمعي؟ اكيد اكيد تفضلي. هاي ريما حبيبي انا عندي كعوب اشريه بعمل لهم سما وبعمل لهم كل شيء وبحط لهم كريمات وكل شيء، ثاني يوم ثالث يوم بتلاقيهم هيك عملوا مثل شقاوي مثل كانك بدك تحط فيهم بعد. نعم. انه الكريمات والقشه عم بحطهم ما عم بينفعوني. اوكي شو لازم اعمل؟ ايه هلا انا بقول شوفي طبيب جلد لانه مرات ممكن يكون بدك كريمات طبيه تركيبه معينه. اوكي هاي شغله كثير مهمه، ودائما مثل ما كنت عم بقول تنشيف القدمين كثير مهم. نشفيهم كثير منيح ما تخلي هالجلد يضل رطب ويتشقق، فاكيد بنصحك شوفي طبيب جلد ليكون في كريمات اللي هي مخصصه لهالشيء. اوكي حبيبي، بس انه ايام بيعملوا لي اياهم بيشبطوا لي اياهم بالشفره. منيح قلتي لي. لا كثير بيعملوا قساوه. لا لا بالعكس تبعهم بالكريمات وبكل شيء. مزبوط. وقفي الشفره وقفي الشفره. لا اكيد لا كثير غلط، لانه الشفره بتخلي جلد يربى قاسي وبيصير سميك وبيوجع كانك عم بتربي خلينا نقول مثل مسمار. بس برتاح عليا. نعم برتاح عليا لانك عودتيهم. لا بدك تولي بالك خليهم يجربوا يفركون بقصص مثل سكراب، يعني هي اللي بتقشر الجلد شوي شوي، بس مش الشفره ابدا ابدا ما نستعمل الشفره. اوكي حبيبي كثير بتقسي الجلد، وبهالوقت احكي مع طبيب الجلد خليه يعطيكي كريمات طبيه بيكون الترطيب فيها اكثر بتقدر تساعدك. نعم اوكي اوكي حبيبي ميرسي كتير. اهلا تكرم عينك. شكرا لك من تابع كمان ريما. ايه فكنت بس عم اقول عن قدم السكري انه يتفحصها، وكثير مهم من ان نذكر الشخص اللي عنده سكري يتذكر هو او هي انه ينشفوا القدمين كثير منيح وينشفوا بين الاصابع لانه ما بدنا يربى فطريات. فهيدي للشخص اللي عنده سكري، والشخص اللي ما عنده سكري كثير مهم وخصوصا التين ايجز والشباب اللي دائما لابسين مسكر لابسين حذاء الرياضه بيعرقوا كثير بيتحركوا كثير يكونوا القدمين جافين وبين الاصابع. هي خاصة كمان كتير. في مراهقين كمان بيلبسوا الاسبادري بدون كلسات. صح. ايه هيدي مصيبه طبعا. من هيك بهالحاله بدنا نرجع لما 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 نشلحه بدنا نخليه ينشف. يعني ما بدي انه لبسته اليوم ارجع البسه ثاني يوم، لا لان يمكن ما بيكون جوا رطوبه موجوده فيه ما بتكون نشفت كثير مزبوط، وبالتالي بصير في مجال لتكاثر الفطريات. وما نستعير من بعض. يعني مثل الحذاء الرياضه او الكلسات او هالقصص هيدي، لانه اذا رفقاتنا او حدا يمكن عنده فطريات بالضفر او بالجلد ممكن انه تنتقل لنا، فننتبه على هالموضوع.
ان شاء الله نكون جاوبتك. السؤال الثاني. السؤال الثاني بدي اقول هيدا كنت حكيت عنه تركته للاخر، قلت اذا بقي معنا وقت فرح ارجع اذكر فيه. بتتذكري اول رمضان عملنا حلقه تبس لحتى شو تغييرات بنمط حياتنا برمضان، فرجع اجاني سؤال عن الرياضه برمضان، انه امتى احسن وقت نعمل الرياضه. في حلين او في خيارين ما عندنا غيرهم، يا اما قبل الافطار مباشره. صحيح. اوكي، بس بشرط انه نظبط الوقت بطريقه ما نجهد حالنا. يعني اذا حسيت عم بلش اعطش كثير، عم بلش دوخ، عم بلش اتعب، بوقف. اوكي، لحتى ما نوصل لمرحله صار في نقص مي كثير بالجسم ونوصل لمرحله اغماء او دوخه. هيدي كثير مهمه. الوقت نحن بنشوف قد ايه جسمنا بيقدر، هل هو نص ساعه او ساعه، كل شخص بيقدر هو يعرف حاله. بس نسقبها انه خلص التمرين قبل الافطار مباشره، يعني بخلص بأذن بقدر اشرب مي. أيه. بهالطريقه، ما انه بخلص بعد في نص ساعه للاذان. في وقت كثير هون ما شربنا مي، في كثير مي ما عوضنا المي اللي خسرها جسمنا. من هيك نسقبها انه نخلص على وقت الافطار نشرب مي وبعدين منبلش الافطار. أيه. هي شغله اذا بنقدر. اذا ما بنقدر وبنلاقي حالنا بنتعب وبندوخ، وهي يعني بخبركم بنحرق فيها كثير اكثر. أيه. نحرق فيها فات دهون كثير اكثر. اذا ما بنقدر فاذا بعد الافطار، بعد الافطار بساعة ونص او ساعتين فينا نعمل رياضة، بشرط انه يكون افطارنا معتدل، ما اكلنا كثير، ما تقلنا، لحتى نقدر يعني ما يكون عندنا يصير عندنا عسر هضم ومشاكل بالهضم وحرقة وكل هالقصص هيدي. بنقدر نعمل رياضة وبيكون ما في مشكلة، فينا نشرب مي ما عندنا اي مشكلة. بيكون بس تأخر الوقت يعني بيصير للأشخاص. فهون الشخص إيه؟ هون الشخص هو بيقدر يعرف، يعني بحب يرجع مثلا على الساعة 9 يطلع يتمشى على الكورنيش مثلا، هيدا نوع رياضة مش ضروري يكون بالنادي. أكيد. فهو الشخص بيقرر اي الطريقه بتناسبه اكثر، بس في عندنا هالتوقيتين ما عندنا غيرهم، يعني هدول افضل توقيتين لحتى نقدر نعمل الرياضه. اكيد. وبتصور اذا واحد كمان يعني مش عم بيفطر بالبيت، اذا عم بيفطر بمكان قريب من بيته، بتصور اذا بيروح مشي كمان هي حركه هيدي عظيمه كمان بتصير. هون على القليل بوفر عجل سير صح وبيكون عامل حركه، هيدي محسوبه حركه. هي محسوبه وبيرجع مشي، هي شغله كثير منيحه كمان، بتكون كثير كثير مفيده. جربوا يعني يمكن هيك بيستفيدوا اكثر. كمان بيعملوا عصفورين بحجر صح، يعني بيكسبوا رياضه وخلص وبيبعدوا عن عجقة السير. مزبوط. المصيبة الكبيرة. صحيح. نحن بنرجع بنشوفك إن شاء الله بخلال هالأسبوع يوم الأربعاء روى إن شاء الله. أكيد رح نتابع محطاتنا بعد لحظات مع شيف طارق ورشة ملح، ومن بعدها كارلا وخفيف نضيف. خليكن معنا.